هرجع على وزارة التموين. وزارة التموين بتشتغل على تعميم الكارت الموحد، خد بالك بقى، على جميع المحافظات خلال 10 سنين، والبداية هتبقى من بورسعيد. ايه هو بقى الكارت الموحد؟ ما هو ده اول سؤال. خليني اسمع الاجابه من الاستاذ محمد عوض، مدير عام مديريه تموين بورسعيد. اهلا اهلا اهلا. اهلا وسهلا استاذ يوسف ومشاهدينك الكرام يا فندم. ازاي الحال؟ نبدا ببورسعيد. يا بخت بورسعيد والله. قول لي ايه هو الكارت الموحد يا فندم؟ طبعا الكارت الموحد في البدايه بيهدف لتوفير حزمه من الخدمات للمواطنين. أيوة. في كارت واحد، بمعنى ان المرحله الاولى تتضمن خدمات التموين اللي هي عباره عن صرف السلع التموينيه المدعمه، بطاقه وايضا بطاقه ايوه البطاقه التموينيه العاديه، وايضا بدل نقاط الخبز، وايضا صرف الخبز المدعم، بالاضافه الى خدمات التامين الصحي الشامل، وايضا الخدمات اللي هي المدفوعات الالكترونيه. حلو. طبعا احنا تم اختيار محافظه بورسعيد لتكون اول محافظه يتم تطبيق منظومه الكارت الخدمات الحكومي الموحد. طبعا كما حدث ببطاقات التموين الذكيه من قبل من 2015. أيوه. وايضا التامين الصحي الشامل. طبعا بتتميز محافظه بورسعيد بانها المحافظه الرقميه الاولى على مستوى الجمهوريه في التحول الرقمي. صحيح. تمام يا فندم؟ تمام 100%. اعمل ايه لو انا رجل بورسعيدي عايز اخد الكارت الموحد بتاعي؟ بص يا فندم، هو كل الموضوع ان بيتم ارسال رساله نصيه لرب الاسره عن طريق رقم المحمول المسجل على قاعده البيانات في التموين، طبعا متخصصه برب الاسره. بيتم التوضيح الميعاد والمكان اللي يتوجه ليه المواطن لاستلام الكارت الخاص به. طبعا بيتم توزيع الكروت بالمحافظه عن طريق عدد 25 مكتب بريد وسبعة فرعي، وأيضا 5 مراكز خدمة تموينية مطورة. طبعا بتشتغل مكاتب البريد، بتعمل من 8 صباحا حتى 6 مساء، وأيضا من خلال المراكز التموينية المطورة بنبدأ من العمل من 4 مساء ل9 مساء. عظيم جدا. هل في احتمالية سقط سهوا؟ يعني وارد انه يبقى في حد ما بتجيلوش الرسالة وهو كان عنده بطاقة تموين، هو مشمول جوه التأمين الصحي الشامل، بس ممكن مثلا يلاقي انه كل اللي حواليه جات لهم الرسالة وهو لسه، يعمل ايه؟ بيستعلم حضرتك من على عن طريق رقم 15 3 9 اللي هو مصر الرقمية. 15 3 9. بتواصل من على هذا الرقم في الاستبصار او اي سبب كان. طيب عظيم جدا، انا بشكرك جدا، كل الشكر استاذ محمد عوض مدير عام مديريه تموين بورسعيد. انا كده يا بخت بورسعيد، التامين الصحي شامل بورسعيد، الكارت الموحد بورسعيد. دايما بتبقى بورسعيد حظها حلو، ان هي اللي بيبقى البروتوتايب او النموذج الاولي اللي بنطبق في مثل هذه الامور الرائعه. انت متخيل كارت موحد خلال 10 سنين يبقى موجود في عموم الجمهوريه في كل المحافظات لكافه المواطنين؟ رائع رائع رائع.